السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في جامعة فلسطين، أهلا وسهلا بكم في الفصل الدراسي الحالي. أتمنى لكم دراسة موفقة وأتمنى السلامة للجميع. هنبدأ اليوم في مادة اختبار أنظمة البرمجيات، معكم الدكتور محمد زكي شبير. هنبدأ اليوم في الوحدة الأولى اللي بتحكي بشكل عام مقدمة المادة. software testing أو testing بيعطيني بشكل عام basic and advanced concept of software testing. طريقة مبسطة هنتعرف كيف التستنج بيتم أو بالطريقة المتقدمة. software testing is widely used technology because it test approach and verity software before development. شيء مهم جدا وشيء كومبزري، شيء أساسي، شيء إجباري لكل الشركات أو كل السوفتوير اندستري القيام بعملية التستنج before deployment قبل ما يتم نشر المنتج إلى العلن للاستخدام الخارجي خارج مؤسسة التطوير. يجب أن يخضع إلى تيست أساسي. software testing include all topics كمثال methods. هنتعرف على black box testing, white box testing, virtual box testing, grey box testing. ونتعرف كذلك على level such as unit testing, integration testing, regression testing, functional testing, system testing, acceptance testing, alpha testing, beta testing, non-functional testing, security testing, portability testing. هنتعرف على جميع أنواع التستنج اللي بتتم على السوفتوير. بداية، ما هو الهدف من software testing؟ هل أنا بضيف خطوة ليس لها استخدام؟ لا، أكيد لا. software testing شيء أساسي. ممكن نقول التالي: أنا بدي أعمل software development وما بدي testing. مباشرة بعد ما انتهي من عملية development أعمل skip لمرحلة testing وأروح أعمل deploy لsystem online. إذا السيستم حيكون عندي 100% فيل. ليش؟ بسبب انه اثناء عملية البرمجة، اثناء عملية التطوير، المبرمج بشكل طبيعي بيقوم بعملية التستنج، لكن الاند يوزر بيستخدم البرنامج بطريقة مختلفة. بمعنى صاحب البرنامج او مطور البرنامج بتوقع طريقة معينة في الاستخدام، لكن الاند يوزر له طريقة مختلفة كليا عن الديفلوبر. لذلك يجب أن يكون التست من شخص آخر غير الشخص اللي قام في عملية الديفلوبمنت للسيستم. إذن software testing is a process of identify the correctness of software by consider its all attributes. بمعنى إن هل السيستم صحيح أو لا بمختلف المعايير اللي احنا نعتبرها للتستنج، زي reliability, scalability, portability, reusability and usability. كلها عبارة عن مصطلحات هنتعرف عليها بالتفصيل في حينه. and evaluate the execution of software component to find the software bug or error or defect. إذا أنا بدي أحاول أبحث عن البكس عشان
أصلحها، errors عشان أصلحها، defects عشان كذلك أصلحها، عبارة عن مجموعة أخطاء مختلفة هنتعرف عليها في حينه. الشكل اللي بين ايدينا بيوضح لي شو هي الاتريبيوت الخاصه بالتستنج. طب لو نقول له التستنج كيف بدي انشئ تيست للسيستم؟ دائما لاي نظام هناك مجموعه من الريكويرمنت. السيستم هو السوفت وير بشكل عام بتم تطويره ل تنفيذ مهام معينة. نظام اليوبينار شو وظيفته؟ الوظيفة الأولى السماح للطالب والمحاضر الدخول في النظام. إذا هاي الوظيفة الأولى إنه بيسمح لي بدخول الطالب والمدرس. الوظيفة الثانية بيسمح للمدرس بنشر مادة علمية. الوظيفة الثالثة بيسمح للطالب بمشاهدة المادة العلمية. الوظيفة الرابعة المدرس مسموح يدخل كويز أو إكزام أو أسايمنت. الطالب وظيفته يشوف الكويز ويجاوب عليه. إذا هذه الفانكشنز، أنا كل سيستم له مجموعة من الفانكشنز. التستنج شو وظيفته؟ أتأكد من هذه الوظائف موجودة. اثنين بتتم بالطريقة الصحيحة. إذا أنا في عندي requirement للسيستم وفي عندي سيستم وفي عندي تيست. شو التيست حيكون عندي؟ يقول هل requirement اللي أنا طلبتها قبل ما أنشئ النظام موجودة أو لا؟ إذا كانت موجودة هل بتتم بالطريقة الصحيحة أو لا؟ والوظيفة النهائية للتيست إنه جميع الوظائف المطلوبة من النظام يكون تتم بشكل صحيح. إذا في عند objectives، في عند requirement، التستنج وظيفتها أتأكد إن requirement من السيستم بتتم بشكل صحيح. يبقى software testing حديني نظرة مختلفة عن السوفت وير، تعطيني هل السيستم فيتنس اوف ذا سوفت وير، بمعنى هل السوفت وير بينفذ الوظائف، هل هو مناسب للوظائف اللي بدي اياها. اذا وظيفتي اعمل سبيسيفاي ذا سبيسيفيكيشن ريكويرمنت اور نوت، هل السوفت وير بينفذ specification requirement أو لا. كذلك the process also providing the client with information about quality of the software. كذلك اللي بيحكم عليه the client أو المستخدم النهائي للsoftware. Testing is mandatory مش اختياري، إجباري لازم يتم. Because it will be a dangerous situation if the software fail at any of the time due to the lack of the testing. الوضع الطبيعي إذا ما في عندي testing إذا نظام متوقع إنه يصير في عملية fail. ليش؟ لأنه testing كان ضعيف أو testing كان سيء. لذلك يجب عمل testing لجميع الوظائف قبل عملية deployment. إذا عملت أنا deployment بدون testing إذا أنا السيستم معرض يكون عند ايش؟ يتعرض ل fail. لاحظين مع بعض حصير في عندي انا fail للسيستم. اذا هي عندي المشكلة حصير عندي fail للسيستم اذا انا قمت بالديبلويمنت في حالة lack of testing أو إيش عملت أنا؟ عمل deployment بدون ما أعمل testing بشكل نهائي.
إذا إحنا متفقين الآن إنه التستينج حكينا أساسي وحكينا عبارة عن خطوة، إذا تجاوزتها حصير عندي فيلر للسيستم، السيستم حيتوقف وبذلك قد نخسر السوفت وير بشكل كامل. Why is testing؟ يبقى testing a group of techniques to determine the correctness of the application under predefined script bot. بمعنى انه انا السيستم صحيح بناء على predefined script، في عندي متطلبات، في عندي سكريبت معين، في عندي سيناريو معينة. Testing cannot find all the defects of the application. بشكل طبيعي أنا لما بعمل testing بشكل مبدئي وtesting بشكل أولي وtesting للفيرجن الأولى، حيكون عندي testing لمجموعة كبيرة من الفانكشن، لكن أثناء الاستخدام الحقيقي حتظهر عندي حالات إضافية، حيظهر عندي استخدام بطريقة مختلفة عن التستينج، وبذلك يظهر عندي بعض المشاكل. عشان هيك كل الشركات بتقوم بعملية إصدارات متعددة لنفس الابليكيشن. إذا وظيفة التستينج ما حنوصل لشيء يسمى free of bug أو free of error، ما في نهائي، لكن أنا بدي أعمل اكسبتنس إنه السيستم بيأدي الوظائف المحددة. أنا في عندي في requirement 10 requirement 10 نقاط، أنا بتأكد أن 10 نقاط بتتم بشكل صحيح، لكن أثناء الاستخدام حيظهر عندي في requirement جديدة حيديني كذلك testing بشكل جديد. إذا المطلوب مني أحافظ، أحاول قدر الإمكان أحصل على نسبة خطأ بسيطة جدا جدا جدا، وكل الأخطاء اللي بيتم اكتشافها يجب أن يتم معالجتها. الوظيفة الأساسية the main intent of testing to detect failure of the application. بمعنى أنا بدي أستحمل نظام لكن ما يصل للفيلر، ما يصل للسيستم إنه يتوقف بشكل نهائي. ممكن بعض الفانكشنز يتم تعطيلها بشكل مؤقت، لكن السيستم فيل بمعنى ما في عندي سيستم. هذا هو المين انتنت اوف تيستينج، بمعنى انه امنع الفيلر، امنع الفشل، امنع توقف النظام، واحاول اعمل ديسكفر اند كوركت، اعمل ديسكفرينج لشو هي الاشياء اللي ممكن تؤدي الى الفيلر توصل الى الكارثه، احاول اعمل الها correction، أوفر document، أوفر التست المناسب عشان أكتشف الأخطاء التي تؤدي إلى الفيلر، وأحاول أديها للديفلوبرز، أديها للشركة، أديها للشخص المناسب بحيث يتم التصحيح. وزي ما حكينا إنه أنا مش وظيفتي it does not demonstrate that a product function properly under all conditions. أنا بحاول أحصر conditions معينة في عمليات الاستخدام، لكن ما بقدر أعمل حصر لجميع conditions. But only that is not working in some specific condition. إذا التستينج له objectives، في له سيناريو معينة، في له test case معينة، في حالات بعملها testing، لكن ما بضمن أو ما بعمل test 100% لجميع الحالات اللي ممكن تظهر عندي. إذا أنا بيكون عندي limited test functionality بحيث أنفذ الأشياء المهمة جدا. أول شيء أمنع السيستم من الفيلر، وبعمل مجموعة من التست كيس بحيث إنه أقلل الأخطاء الممكنة في النظام.
انا مكونات التستنج الفرنتشرز الخاصه بالتستنج عباره عن behavior and state of the software against mechanism. كذلك من المشاكل اللي قد تظهر في عندي past versions، انا عادة بروح بحل المشاكل في الفيرجنز الحالية، وقد اعالج بعض المشاكل اللي في الفيرجنز القديمة. Testing includes an examination. بعمل اختبار of code and also execution. إذا أنا في عندي حالتين، في عندي اختبار للكود، وعادة اللي بيتم اللي بيعمل examination أو بعمل testing أو بعمل فحص اللي هو الديفلوبر، كذلك الاكسكيوشن، والعادة بتممه بشكل جزئي الديفلوبر لكن بشكل أساسي شخص آخر. احنا متفقين ان الشخص يقوم بعمل الديفلوبمنت ويجب ان يكون شخص آخر يقوم بعملية التستنج. اذا الكود اكزامينيشن وظيفة الديفلوبر، بينما الاكسكيوشن وظيفة الديفلوبر بشكل جزئي ووظيفة أساسية للتست انجينير. احنا في المادة تبعتنا هنعتبر السيناريو التالي، هنعتبر سيناريو اللي بيعتمد على development و testing team عبارة عن two teams منفصلين، شخصين بيقوم بعمليات التستنج. لو كان عندي مثلا أنا limited resource في شركة معينة، انا في عندي two developer، ممكن كل واحد يعمل testing للآخر، كل شخص يقوم بعملية التستنج للكود اللي بيقوم فيه ك تيستينج للكود، واترك عمليه التيستينج للشخص الاخر بحيث يعمل لي تيستينج بشكل منفصل، بحيث كل واحد ياخذ رول مره ديفلوبر ومره تيستينج بحيث يتم عمليه التيستينج. اذا احنا السيناريو حنتعرف عليه عباره عنده تو تيم، تيم وظيفته انشاء الابلكيشن، وتيم تاني وظيفته انشاء عمل تيستينج للابلكيشن. التيم قد يكون شخص او اكثر، سواء كان في الديفلوبمنت او كان في التيستينج. ممكن يكون عندي التيم عباره عن ديفلوبرز، تو ديفلوبرز، ونقوم بتقسيم المهام ما بينهم، وبعد هيك كل واحد ياخذ رول ديفلوبر وبعدين ينتقل الى رول تيستر لزميله في العمل. طيب مين اللي بيحكم على التست؟ مين اللي بيحكم انه السيستم باس تيست؟ هل هو الديفلوبر؟ اكيد لا. هل هو التست انجينير؟ نوعا ما، لكن الاساسي في التستنج هو الكلاينت. الكلاينت او صاحب التطبيق او صاحب البرنامج هو وظيفته يعمل acceptance للسوفتوير، يتأكد الأمور كلها تمام بحيث أنه هو اللي حيستخدم النظام، وبناء عليه لو كان عندي software developer عمل acceptance عمل testing، وبعدين عندي quality assurance عمل testing، كل هذا عبارة عن شيء أساسي. لكن acceptance مين اللي بوافق على السيستم يعتبر أنه system accepted او pass that test هو مين؟ هو ال end user. وبناء عليه طبعا وبناء عليه التستنج في البانكينج مختلف كليا عن التستنج في ناس بتلعب games او ناس بتأدي وظائف معينة. اذا الاودينس او الناس المستخدمين للنظام كل منهم له طريقة معينة في التستنج. إذا لو قلنا في عندي أنا أبليكيشنز خاص بالبانكينج، وفي عندي فيديو جيم، إذا الليفلز أوف تستنج حيكون مختلف كليا بناء على التطبيق وبناء على الأودينس اللي بيستخدموا التطبيق أو البرنامج.
طيب الآن حنتعرف على أنواع التستنج، type of software testing. في عندي طريقتين أساسيتين، الطريقة الأولى تسمى manual، نشوفها الآن بالتفصيل، والطريقة الثانية automatic. المانيوال يقسم إلى white box testing، black box testing، و gray box testing. البلاك بوكس عبارة يقسم إلى functional و non-functional، وتحت منهم في عندي مجموعة التفريعات اللي بين إيدينا، هنتعرف عليهم بشكل كامل خلال الوحدة الأولى. يعني التستنج حيكون عندي مانيوال، والتستنج حيكون عندي زوماتيك. المانيوال يقسم إلى واحد وايت بلوك تستنج، اثنين بلاك بوكس تستنج، ثلاثة جراي بوكس تستنج. بلاك بوكس تستنج مقسم إلى فانكشنال ونون فانكشنال، وتحت منهم في عندي تحت الفانكشنال في عندي يونت تستنج، انتجريشن، سيستم تستنج، يوزر اكسبتنس تستنج. نون فانكشنال في عندي كومباتيبلتي تستنج، بيرفورمانس تستنج، يوزابيلتي تستنج. نلاحظ مع بعض النون فانكشنال شيء مختلف كليا عن الفانكشنال. كومباتيبلتي شيء لا يعني يسمى نون فانكشنال. بيرفورمانس، ما هي البيرفورمانس المناسب؟ انا بحاجه اعمل برنامج مت تارجت معين، وليكن بدي اعرض الصفحه خلال 1 ملي سكند. يوزابيليتي تيستينج بدي اروح اشوف هل البرنامج سهل مش سهل، سهل الاستخدام، هل يوزابل نوت يوزابل. مختلف كليا عن يونت تيستينج، انتجريشن اوف سيستم اند يوزر اكسبتنس تيستينج. من المسميات في عندي مانيوال وعندي اوتوماتيك. مانيوال حيتم بشكل يدوي، حنستخدم الهيومن ريسورس عشان يعمل تيستينج، بينما الاوتوماتيك بحاجه الى شغلتين، بحاجه الى هيومن ريسورس وبحاجه الى ابلكيشن او بحاجه الى سكريبت او بحاجه الى برنامج.